السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج عيادة الصحة. وأصلحنا له زوجة يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء وناسا. طبعا احنا حلقتنا النهاردة عن العقم عند السيدات، وهيكلمنا أكتر عن الموضوع ده مشرفنا في الاستوديو الدكتور أيمن عبد الرحمن استشاري النساء والتوليد والعقم مستشفى الجلالي التعليمي. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بالساده المشاهدين. دكتور، عايزين حضرتك في البدايه تقول لنا ايه هو العقم. طبعا كلنا عارفين العقم يعني ما بيخلفش، بس العقم من الناحيه العلميه طبعا لازم نعرف ان العقم ليه نوعين، العقم الاولي والعقم الثانوي. تمام. العقم الاولي هو زواج رجل وامراه لمده تتعدى السنه من حاله زوجيه متواصله، يعني الزوج مش بيسافر مش بيروح في حتة، علاقة زوجية متصلة لمدة سنة، وفي خلال هذه السنة عدم القدرة على الإنجاب. ده العقم الأولي. أما العقم الثانوي فهو سيدة حملت سواء كان عن طريق إجهاض أو حمل كمل وعندها طفل أو حمل خارج الرحم، وبعد ذلك حصل عقم لمدة تزيد عن السنة بدون استخدام أي وسائل، وبرضه في وجود علاقة زوجية متصلة. تمام. ده العقم الأولي. ده العقم الأولي. وده العقم الثانوي. العقم الثانوي دي ست حملت قبل كده. يعني حملت. حملت قبل كده. سواء أجهضت أو حملت خارج الرحم أو عندها طفل، وبعد مرور سنة بدون استخدام وسائل لمنع الحمل وبدون رضاعة وبعلاقة زوجية متصلة ما حصلش حمل. ده العقم الثانوي. اما العقم الاولي هو من البدايه وجود زوجين على علاقه متصله زوجيه لمده سنه ولم يحصل انجاب. تمام. دكتور، بقى الدوره الشهريه يعني بتاثر على موضوع العقم ده؟ العقم الاولي ليه اسباب والعقم الثانوي ليه اسباب. الدوره الشهريه انتظامها دي علامه من علامات التبويض. تمام. التبويض او الاباضه هو خروج البويضه من المبيض لأنها تقابل السائل المنوي أو الحيوان المنوي في قناة فالوب لحدوث الخليتين أو ما يقال عليه الإمبريو أو الجنين. تمام. فوجود دورة شهرية منتظمة دي علامة من علامات إن الست دي عندها إباضة بصورة جيدة. ولكن ده مش شرط، مش معنى إن كل ست بتجيلها دورة شهرية منتظمة ان لازم تبقى عندها تبويض كويس ان لازم يحصل حمل. تمام. تمام. لان مشاكل او اسباب العقم كثيره. منها عيب في الاباضه، فمش كل المشاكل. لسه هنتطرق في الاسباب. فمش كل. بالظبط. الاعراض بقى يا دكتور، اعراض العقم عند النساء لازم الساده المشاهدين يعرفوا معانا ان العقم نسبته 15%. 15 ده بعد اول سنه. يعني من 100 يتزوجوا بعد اول سنه في 15 مش هيخلفوا. يعني 100 اتجوزوا عد عليهم سنه. تمام. في 15 من 100 دول مش هيخلفوا. دي دراسه دي يا دكتور؟ دي دراسه. يعني معنى كده ان العقم الاولي نسبته 15% ده على نهايه السنه. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان النقطه دي مهمه جدا للناس. عند اول 3 شهور نسبه العقم 60%. يعني لو مسكنا ال 100 دول في خلال السنه دي هنلاقي ان في اول شهر هيحمل منهم 10 بس، لغايه نهايه الشهر الثالث 34%، يعني 34 واحده بس هيحملوا. كل دول سلام. سلام. كل دول سلام. عند نهايه الست شهور هتحمل منهم 60 واحده بس. عند نهايه الثمان شهور هتحمل منهم 80 واحده بس. عند نهايه ال 12 شهر او السنه هتحمل منهم ال 85%. هيتفضل لنا 15% هم دول اللي احنا عندهم مشاكل، وهم دول اللي هنبحث ايه المشكله. علشان هنا الناس بتقع في مشكله كبيره جدا. انا ببقى قاعد في عيادتي وجايالي واحده تقول لي انا مشكلتي ان انا ما خلفتش. طب يا ست الكل، انت متجوزه بقالك قد ايه؟ تقول لي 3 شهور. الله. طيب ما هو انت كده بتضيع على نفسك، يعني انت كده بتخلي بعض الاطباء تستعجل، تديك منشطات،
تديكي حاجات تضرك. ما تروحش الطبيب تكشف غير بعد مرور السنة. تمام. من علاقة زوجية متصلة، يعني انت زوج مش بتسافر، بيتك مستقر، شغلك جنب بيتك، على طول متواجد. تمام. تبدأ تروح للدكتور بعد السنة. اما قبل السنة ده هيعمل لك مشاكل. الا اذا ممكن تاخد حاجة تضرها. بالظبط. الا اذا الست دي كان عندها مشكلة من قبل الزواج. وده هنا بتبقى الستات دي عارفها كويس. هتقولي مشكلة زي ايه؟ عندها من قبل الزواج اضطرابات في الدورة الشهرية. الدورة بتقعد اكتر من شهر ونص، شهرين ما تجيلهاش. عندها علامات ذكوره في جسمها. زي انتشار شعر في اماكن غير طبيعيه للسيده. عندها عدم انتظام في التبويض والام جامد في الطمس. يبقى انت من بدايتك هنا عارفه ان انت عندك مشكله. فمن البدايه هنا بنكسب وقت بقى زي ما بيقول. من البدايه لما تروح للدكتور العقمه او النساء والتوليد بتاعك، هو هيبدا معاك ان هو يشتغل، فبالتالي نستفاد بالسنه دي كوقت اللي احنا ايه نحل المشكله اسرع. طيب دكتور، بقى اسباب العقمه عند النساء ايه؟ حضرتك قلت لنا اسباب متعدده، يعني نذكر الاسباب الاكثر شيوعا. لو احنا اتكلمنا عن العقم الاولي، عشان لازم دايما لما تيجي تسالني لازم هنقسمه العقم الاولي يعني عقمه سنوي. خلاص تمام، حضرتك نقسمها يعني اسباب العقم الاولي. العقم الاولي تمام، لازم نمسكها تلت تلت تلت. تمام. التلت الاولاني السبب فيه السيده. التلت الاوسط السبب فيه. التلت الاخير هو تلت سبب فيه غير معلوم السبب. يعني يا دكتور السبب للعقم عند السيدات الرجل هو فيه؟ ما طيب انت يبقى هو ده هو بقى. ما هو انت شركه. هو ايه العقم يعني؟ يعني العقم علاجه ايه؟ ان السيده يبقى معاها بيبي. تمام. صح؟ تمام. فعشان كده الدكتور النساء، دكتور النساء والولاده لازم بيطلع على الرجل. على تحليل الرجل. ممكن يدي علاج للرجل، ممكن يكشف على الرجل، لان احنا عندنا العقم بتاع الرجل ده داخل جوه شغلنا. لان انا 50% لازم اطمن على الرجل، لازم اطمن على جوزي، لازم ده اول بيتعمل. لما الست تجي لي اقول لها امشي انت خالص، اعمل ايه؟ خلي جوزك يعمل لي تحليل سائل منوي. والله. اشوف الاوضاع عنده ايه؟ عنده حاجات ليه؟ لان الزوج ما عندوش غير سبب واحد بس. العقم عند الرجال عنده سبب واحد. ايه السبب؟ عيب في المصنع. تمام. تمام؟ لان جت ما بين العلاقه الزوجيه بتصوبه عند الرجل. يجد مثلا عندنا واحنا في العياده مئات الناس تيجي تقول لك لا زوجي رافض يعمل تحليل سائل منوي. ليه يا ماما؟ هو كويس. يعني عرفت منين طيب؟ ما هو بقى الناس هنا بتخلط ما بين العلاقه الزوجيه الكويسه والعقم. لا خالص، بالعكس. ده انا هنا بقول لهم ده اللي عنده تخلف عقلي ممكن لو تزوج امراته تلد. وتحمل تلد. ليه؟ صح. لان هي المشكله في المصنع. فعشان كده بنطلب هو تحليل واحد، تحليل سائل منوي. المصنع عندك فيه حيوانات منويه كويسه، حركتها كويسه، لزوجه كويسه، مفيش صديد، يبقى العيب عند كده السيده. يبقى طبعًا. حضرتك كده شكرا مشكورا. نرجع بقى للسيده بقى على السيدة. علشان دلوقتي هنقول الاسباب. عشان هي كتير، فبالتالي لازم استبعد الرجل الاول. صح. تمام. هنبدا بالسيده. نبدا باول نقطه اللي حضرتك تحدثت عليها، اللي هي الاباضه وانتظام الدوره الشهريه. هنا لازم نعرف هو الحمل بيحصل ازاي. نبسط كده للساده المشاهدين ونقول لهم يعني ايه الحمل بيحصل ازاي. صح. عشان يفهموا. الست بتطلع بويضه مفروض شهريا. ست عندها مبيضين، مفروض كل شهر يطلع من المبيض ده بويضه. البويضه دي بتمشي رحله. تمام. بتمشي من خلال تطلع من الـ من الـ من الـ من الـ من المبيض. تمشي من خلال انبوبه فالوب. تمام. تقف عند التلت الاولاني في الانبوبه، تنتظر. منتظره مين؟ السائل المنوي، الحيوان المنوي. اللي بياخد رحله من المهبل لعنق الرحم للرحم، يخش على قناه فالوب، يمشي تلتينها ويتقابلوا في التلت الاخير. يبدا هنا عمليه الفيرتلايزيشن او الاخصاب. ان السائل المنوي ده يفقد، هو السائل المنوي ده عباره عن راس وديل عشان نبسطها للناس. يفقد الديل بتاعه، لان هو الديل ده كان كل الفانكشن بتاعته او وظيفته الحركه، هو وصل خلاص. فيقوم يفقد الديل وتخش الراس جوه البويضه. مجرد ما الراس دخلت جوه البويضه، البويضه دي تعمل على نفسها بلوك. تمام. ما ينفعش حيوان منوي تاني يخشها. خلاص. تمام. هتقول لي بس سؤال بس هنا عشان الناس هتسال، امال التوأم بيحصلوا ازاي؟ ايوه ازاي؟ صح. التوأم بيحصلوا
ان هم بعد ما دخل بدل ما ينقسم لخليه واحده ينقسم لخليتين. طب لما يبقى ثلاثه يبقى اربعه ينقسم لثلاثه، او حيوان منوي قابل بويضه وحيوان منوي تاني قابل بويضه وحيوان منوي تاني قابل بويضه. وهنا بنلاقي اختلاف التوأم اللي ما يبقاش شبه بعض، مش زي حسام حسن وابراهيم حسن. أيوة احنا دايما نقول ناس كده في العياده. أيوة الايدنتيكال توينز اللي هم التيبيكال، هيطلعوا ولدين هيطلعوا بنتين شبه بعض تيبيكال، دي البويضه اللي بويضه واحده بالظبط حضرتك اللي بتقسم اثنين. لو حيوان منوي لقح بويضه وحيوان منوي تاني لقح بويضه تانيه، دول بيطلعوا توينز اخوات او بنت، بنت وولد، بنتين ولدين على حسب المصادفه. ومش شبه بعض عادي او شبه بعض زي الاخوات اللي شبه القريب، لكن مش شبه ايدنتيكال. عشان كده ده سموها ايدنتيكال توينز ونون ايدنتيكال توينز. تمام. فنيجي هنا بقى نقول طب هي ايه مشكله الاباضه؟ البويضه بقى دي مش موجوده، ما طلعتش. تمام. يعني الست دي ما عندهاش بويضه بتطلع. لان البويضه عشان تطلع لازم يكون حجمها ما بين 16 مللي ل 22 مللي عشان تبقى ماتيور او نضجت عشان تبدا انها تطلع. تمام. هنا بيحصل البويضه ما بتكبرش فما بتطلعش بويضة. فبالتالي الست دي ما عندهاش اباضه. فيبدا هنا عندها الست دي تقول لك انا دايما، الست دايما لما تيجي تشتكي ما تشتكيش ابدا من العقم، تبقى متضايقه تقول لك لا 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 انا بس عندي مشكله في الدوره، انا الدوره بتجيلي بتقعد فترات طويله قوي ما بتجيليش. تمام. يبقى مشكله الاباضه بترجع للدوره الشهريه بالظبط. هنا بقى في لخبطه. تمام. ده السبب. هنا بقى مشكله الاباضه دي ليها مليون الف سبب، ممكن نتطرق فيه واحده واحده، بس لما ناخد الاسباب نسردها كلها مع بعض. تمام. طيب هنيجي للنقطة، احنا قلنا أول نقطة الإباضة، مشكلة في الإباضة. تمام. هنيجي للنقطة الثانية في نفس السيناريو اللي احنا قلنا عليه. تمام. القناة مقفولة. فالوب مقفولة. قناتين فالوب مقفولين، اللي هي ما يسمى انسداد الأنابيب. تمام. يعني البويضة خرجت ورايحة عشان تخش جوه الأنبوبة، لقيت الأنبوبة مسدودة. يعني الطريق مسدود، فبالتالي بتخش جوه البطن وبتتلاشى وما بتقابلش الإيه؟ الحيوان المنوي. تمام. ده سبب تاني بالظبط. او في مشكله جوه الانبوبه، فمفروض ان الانبوبه دي من رحمه ربنا هي عباره عن تجويف بسيط جدا جواها زي شعيرات صغيره كده. الشعيرات دي تتحرك تمشي البويضه، الشعيرات دي فيها مشكله، فالبويضه لما دخلت ما مشيتش. فيحصل ان الساعي المنوي لما يعمل التلقيح مفروض ان الجنين يمشي يخش جوه الرحم، ما يمشيش. يحصل لما يطلق عليه حمل خارج الرحم، حمل خارج الرحم، حمل في انبوبه فالوب، وده حمل ما بيكملش. طب وحمل خارج الرحم ده ممكن يسبب العقم؟ ما هو لان هيسبب انسداد في الانبوبه دي. فبالتالي هيحصل عقم. خلاص هيحصل عقم في الانبوبه دي. من الانبوبه دي هيحصل عقم. طب حمل خارج الرحم ده يا دكتور ده نتيجته ايه؟ يعني النتيجه اللي انا بقولها لحضرتك، اللي هو المفروض زي ما انا قلت لحضرتك ان هي هيقابلوا بعض في الثلث الاول من قناه فالوب، المفروض يحصل التلقيح وينقسم الـ 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 الجنين، ويبدا عند الانقسام يبدا يتحرك الجنين لغايه لما يخش جوه الرحم نفسه. تمام. هنا بيحصل ان هو ما بيخشش جوه الرحم. ليه؟ في مشكله في القناه، في قناه فالوب، في السيليا او الشعيرات اللي بقول لحضرتك عليها. ما بتحركش الجنين كويس. عشان الناس برده مش فاهمه، الناس فاكره ان كل حاجه ليها سبب. لا، سبحانه وتعالى في حاجه سبب غير معلوم. يهب من يشاء اناسا ويهب من يشاء ذكورا ويجعل من يشاء عقيم. تعالج عندنا عند غيرنا، ده ربنا كاتب لها في كتابها هيحصل ايه. لان في واحد تقول لك طب انا ليه حصل لي حمل خارج الرحم، تتضايق قوي ان انت ما اديتهاش سبب. هي فاكره ان في سبب. لا. طب انا ليه عندي الشعيرات ما بتمشيش كويس؟ لا يا ماما، دي خلقا عندك مشكله خلقيه. او حاجات قديمه، واحده ما كان عندها افرازات كتير جدا وما تتعالجش. تقول لك لا 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 ما تتعالجش، افرازات عاديه، تروح لا انا اسف هي ما تعرفش بقى لحماتها واختها. لان هنا مشكله الشعب بتاعنا ان بياخد معلوماته الطبيه من بعضه. انا ما بحبش اروح للدكتور. يعني انت فاهم؟ يعني تيجي تقول لك لا انا اصل قالوا لي. طب هو مين اللي قال لك؟ تقول لي لا حماتي، مامتي، اختي، اصلهم مجربين. للاسف هو ده اللي بيودينا في 60 ده. اسال مجرد اسال طويل. تمام. ويبنوا على كده حاجات، ويبداوا حتى ان هم يقول لك لا ده الدكتور ده وحش. ليه يا بنتي بتقولي كده؟ اصل ماما قالت لي كذا. تمام. للاسف الشديد دي عامله لنا مشكله طبيه رهيبه داخل مصر. طب ندخل يا دكتور على السبب بقى اللي هو العقم الثانوي. اسبابه معظم بقى لما نخش احنا قلنا انسداد الانابيب ده من سبب من العقم الاولي. تمام. لما نيجي نخش العقم الثانوي هنجد ان نفس الاسباب دي بس ترتيبها اختلف. بمعنى ان انت لو عندك سيده حملت قبل كده يبقى انت لازم تفكر ان حصل حاجه فيها مشكله ملهاش علاقه بالفسيولوجي او الهرمونات بتاعتها. لان الست دي اتجوزت وحملت ودورتها كويسه، يبقى بتجد دايما يطلع انسداد الانابيب لرقم واحد. ليه؟ لان انسداد الانابيب لازم نعرف اسبابه.
جرى العرف اللي بعد عمليات جراحيه، يعني واحده قالت لك انا عملت الزايده وانا صغيره، انا وانا لا قدر الله عملت بطني علشان يعملوا حاجه اسمها استكشاف لان كان عندي نزيف داخلي، او واحده ولدت قيصريه قبل كده دي برضو بتعمل مشكله في بعض الاحيان، التصاقات او واحده زي ما انا بقول لحضرتك بتعاني من افرازات مهبليه سنين وسنين وما بتسالش علاج، فالافرازات عماله تعمل اندنج الرحم لقناه فالوب لغايه لما عملت اسمنت اسمنت يعني خلاص اتجبس فبقى مغلق هنا يعني حصل فيه التصاق، فاصبح الوسيله اللي بتوصل البويضه لجوه الرحم حصل لها التصاق. فده بيطلع لسبب رقم واحد. نرجع السبب رقم اتنين اللي ممكن يحصل مشكله في الاباضه. طب هتقولي طب ما هي خلفت قبل كده او حملت قبل كده بس حصل لها مشكله، لان في بعض الحاجات اللي بتعمل بعد ما يكون التبويض كويس تعمل مشكله زي زياده الوزن. زياده الوزن ممكن تؤدي الى العقم؟ طبعا. بص احنا اصبحنا دلوقتي قدام مرض السمنه، يعني احنا كتخصصات طبيه انت هتجد ان مرض السمنه لابد ان يكون مسؤول من اسباب لكل الامراض حقيقي سبحان الله. تمام. يعني لقينا ان احنا عندنا مرض تكيسات المبيض. تكيسات المبيض لان اللي ده بيجي بنسبه 80% في السيدات الاوبيز او الاوفر ويت اللي هم سنهم زياده قوي عندهم سمنه سمنه مفرطه سمنه مفرطه بدايه من الاوفر ويت السمنه العاديه للسمنه المفرطه ودرجات، لان هي البي سي واو والتكيسات ده درجات مش كله درجه واحده. ليه بقى؟ لان لقينا ان السمنه مش مشكلتها بس في الشكل. زمان كانوا فاكرين السمنه الشكل، يعني يقول لك ده انت تخين كده بتوع تريكس او الجراحين بتوع السمنه دول اصبحوا مش بيعالجوا واحد سمنه. جراح السمنه ده لما يخلي واحد يخس ده بيعالجه من السكر من الضغط بيعالجها. كام من الناس عملوا جراحات السمنه دول حملوا من غير ما تروح لدكتور النساء، اخد بالك هي ما راحتش لدكتور النساء خالص والله، هي مجرد انها فقدت 20 او 30 كيلو زياده على قلبها دول حملت، بدا الجسم ياخد نطاقه الطبيعي ويتحرك طبيعي وحملت. ما اكثر الناس كده، فعشان السمنه بتترسب على البويضه فبتمنع ان البويضه تطلع لان السمنه بتترسب على الكبد البويضات وعلى الطحال على الكبد فبتترسب جوه بتعطل الحيوانات المنويه فطلع. مثلا بتعطل الاباضه مفيش تبويض. ما هي الاباضه دي نتيجه الحيوانات المنويه اللي يطلع بويضه الحيوان المنوي ده اللي هيقابل ده حاجه لوحده لكن هي ما عندهاش تبويض، مفيش بويضه طلعت من البويضه عشان تمشي السكه اللي احنا قلنا عليه ما عندهاش تبويض. عشان كده بيسموه مرض تكيسات المبيض. ليه تكيسات؟ لان انا قلت لك البويضه عشان تطلع لازم يبقى حجمها من 16 ل 22 هنا بتلاقي بويضات صغيره ما تتعداش ال 9 مللي داين ما يدور حوالين المبيض مش بتطلع، فعشان كده سموه تكيسات. ده زي ايه ده يا دكتور بقى؟ ده عندنا هنا ده ادي مثلا السائل المنوي الحيوان المنوي زي ما قلت لحضرتك هو شبه عنده راس وديل هنا هو العمليه بدات انها تبدا تتحرك من جوه البطانه بتاعه الرحم او التجويف وماشي جوه الرحله اللي احنا بنقول عليها اللي هو رايح يقابل البويضه. ده الحيوان المنوي بالظبط، ده اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول اخر بعض عادات اللي هو راس وديل اهو ماشي جوه في الرحله بتاعته مستني البويضه. تمام اهو بص هنا دخل جوه البويضه بص حضرتك ازاي يبدا يدخل جوه البويضه، مجرد ما دخل جوه البويضه الديل بيطلع ويبدا تكوين الجنين او مرحله اللي هي مرحله الاول الخليتين ثم اربع خلايا ثم 16 خليه ويبدا بعد كده ان هو يمسك جوه بطانه الرحم. تمام. لان زي ما حضرتك شايف بص حضرتك السيليا اللي انا قلت لك عليها الشعيرات اللي بتمشي الدنيا وبتساعد ان الحيوان المنوي يمشي جوه قناه فالوب. بصوا بيبقوا بالملايين ازاي عشان في عشان في بعض الناس تقول لك طب هو ليه يا دكتور طالما حيوان منوي واحد بس اللي بيخصب ليه محتاجين ملايين الحيوانات المنويه؟ عشان كلهم معظمهم بيموتوا في السكه مش كله بيوصل قليل قوي اللي بيوصل. تمام يبدا ان هو يحاول يخترق جسم البويضه يعني في حاجات ما اخترقتش اهي في حاجات ما اخترقتش تمام سبحان الله يبدا الرحله هو يبدا بص كده حضرتك. خلاص بقى كده يحاول ان هو يخترق يبدا يزمت نقول بطانه الرحم. تمام السبب ده السبب اللي التالت السبب التالت بطانه الرحم هنا هو ده البطانه دي هي سوري عشان الناس تفهمها هو انا لما يكون عندي ضيف جاي لي لازم ان انا اوضب له اوضه يعمل له سرير في صح هي دي الاوضه انت جاي لي البطانه بتبقى مش مؤهله بالظبط البطانه رفيعه
البطانه مش مؤهله ان البيبي يقدر يستقر فيها. هنا بيحدث حاجه من اتنين، لا بيحدث اللي هو الكيميكال بريجننسي او ما يقال عليه الحمل الكيميائي، عشان ده في ناس كتير قوي مش فاهماه. الحمل الكيميائي ده هو بدايه حدوث حمل، ولكن حصل ايه؟ الحمل ده ما مسكش لان البطانه دي رفع. فبعض الناس بتقول لك دي بيريود واتاخرت، ما بيركزش قوي في الحته دي غير الناس اللي عندهم عقم، لان اول ما البيريود بتاخر يوم بيقوموا جارين عاملين يعملوا اختبار حمل. فيلاقوه موجب. تمام. يقول لك انا خلاص الحمد لله. تيجي بعد كده تقول لها لا بس ده ما كملش. تقول لك ليه ده انا عملت حمل وموجب، يعني انا ما كنتش حامل، اختبار كان بايظ؟ لا ما كانش بايظ. بس هو حمل كيميائي، يعني كيميكال بريجننسي. ليه بيسموه كيميكال؟ لانه ما حصلوش دخول جوه بطانه الرحم. تمام. هو حصل ازدواج بس ما حضر البيت مش جاهز. الاوضه مش جاهز، السرير مش متبطن بالظبط. هو دكتور واضح ان الاسباب كتيره، فاحنا هنخش على كيفيه التشخيص ولو اتبقى وقت في الحلقه. حضرتك عند السيدات احنا مبدئيا اول ما تيجي عشان ان احنا نتكلم اللي هو برضو العقم الاولي والعقم الثانوي. تمام. ما حضرتك نتكلم كده على طول. تمام. العقم الاولي، انت لما بتيجي لك سيده عايز تعمل تشخيص، الست دي عندها ايه مشكله؟ ما بتخلفش ليه؟ السبب ايه عشان تعالج؟ تمام. فبتبدا اول حاجه زي ما قلت بتعمل السائل المنوي. بتشوف الزوج، لان لو لقيت في الزوج لازم تبدا علاج. تمام. سواء من خلالك او لو حسيت المرحله متطوره بتبعت لايه؟ لامراض الذكوره. يعني لو حضرتك لو اكتشفت عنده حاجه ممكن انت تعالجه. حاجات بسيطه، بنبدا اديله مالتي فيتامينز بس الحركه نقلل انتعال برضه. ابدا بعد كده خلاص اتاكدت ان الرجل سليم، ببدا اخش على المراه. ببدا اول حاجه التحليل الطبي، انا عشان اعرف الاباضه فيها مشكله ولا لا. الاباضه هو الناس فاكره ان النساء والولاده كلها عن طريق المهبل والرحم والكلام ده كله، لا طبعا. احنا جسمنا كله بيدار من خلال هرمونات، الهرمونات دي متركزه داخل المخ. فاحنا عندنا هرمونات واجسام بتطلع هرمونات مسؤوله عن التبويض. ببدا اطلب تحاليل للهرمونات كامله عشان اعرف الست دي عندها مشكله ايه. هل الغده النخاميه ما بتفرز عشان كده ما بتديش اوردر للمبيض ان هو يطلع هرمونات، فعشان كده الست دي ما عندهاش تبويض، ام الهايبوثالاموس او ما 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 اكبر بيتوتري جلاند او الغده النخاميه ما بيديش اوردر كويس، او ما بيفرزش هرمونات، او بيبقى عنده مشاكل، ودي بترجع لبعض لاسباب خلقيه او بعض الحاجات الثانيه زي مثلا تعرض لاشعه، تعرض لكيماوي، تعرض لحاجه زي كده. تمام. فلازم الاول حاجه بطلب الايه التحليل. نعرف موضوع الاباضه. تمام. ببدا النقطه الثانيه، انا عشان اشوف الانابيب. بقى دكتور بنبدا من حاجه ما الاشعه بالصبغه. الاشعه بالصبغه اللي احنا بنحقن صبغه ونبدا. تمام. نصور بالاشعه. تمام. زي اللي مكسور كده بيعمل اشعه، مش الاشعه اكس راي. نبدا نصور ونشوف الانابيب اخبارها ايه، او في حاجه طلعت جديده هيستروسالبنجوجرام اللي هو اللي انا بشوف بعمل حاجه اسمها تسليك انابيب. تمام. بحقن صبغه، بحقن حاجات معالجه، وبصور بالسونار. واثناء ما انا بحقن بصور عشان اشوف الـ 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 ما ممكن نطلق عليها دي ماشيه ازاي، ومع الرحم ازاي، ومعديه في قنوات فالوب ازاي، اللي هو اللي اسمه هيستوسالبنجوجرام. تمام. تمام. ودي ده بالنسبه للايه للانابيب. ساعات بتطرق ان انا لو لقيت فيه انسداد بتطرق للمنظار، المنظار البطن او اللابروسكوب. تمام. اللي انا بخش عن طريق فتحه في السره بالكاميرا، وابدا بالالات اللي انا ابدا اشوف الانابيب اخبارها ايه، واحقن صبغه واشوفها بتصل. تمام. وطبعا الحاجه الاخيره بعمل السونار، لان عشان اشوف بطانه الرحم اخبارها، التبويض اخباره ايه. تمام. بناء على الحاجات دي ببدا اقول ان المشكله بروفيجنال هتبقى كذا. دكتور افطر والعلاج عشان الوقت مع حضرتك جري بسرعه. تمام. ماشي. تمام. احنا لما نيجي نقول طبعا هنتكلم طرق العلاج عن الاوليه والثانويه. والثانويه. بس سريعا يعني. هو طبعا احنا بقى يعني الموضوع بتاعنا العقم موضوع يطول فيه شرح. اكيد اكيد. احنا بندي نبذه على العقم يعني. تمام. فاحنا لما بنيجي نتكلم عن العلاج يبقى هنشوف السبب ايه. ما هو انت عشان تعالج يبقى السبب لازم تعرف السبب. لو السبب التبويض مشكلته في ايه؟ هل ده مرض تكيس استكايوس المبيض؟ هل دي بطانه مهاجره للرحم؟ هل الست دي عندها مشكله في الهرمونات فمشكله في التبويض؟ بنبدا كل حاجه ليه علاج. يعني لو قلنا الاكثر شياعا اللي هو مرض تكيس المبيض، بنبدا بندي تنشيط بقى للمبيض. مش انت عندك مشكله في المبيض؟ تمام. احنا بنديكي منشط، بننشط لك المبيض ده ونتابع التبويض، وبعد كده بندي حقن وعلاجات عشان تخرج البويضه في وقت معين، نحضرها في نفس الوقت للسائل المنوي جاي فيه. فبالتالي نزود فرص الانجاب. تمام. النقطه الثانيه اللي انا اعمل منظار. انت بتقول لي طرق العلاج، فلازم النقطه الثانيه المنظار. المنظار بيعمل لي ايه؟ المنظار في بعض الحالات زي تكيسات المبيض ببدا اكوي التكيسات دي. اكوي المبيض. المبيض بيبقى لابس جاكيت من الدهون. فانا بكوي الجاكيت ده بخرمه. فلما اخرمه ضعفه فيقع، فيساعد ان البويضات تبدا تطلع تاني. تمام.
او لو عندها انسداد في الانابيب ابدا ان انا اعمل تسليك للانابيب دي بسبب الانسداد لو من عمليه او من افرازات مهبليه ايه سابقه قبل كده. تمام. او ان انا ابدا في النقطه الثانيه مع برده كل ده بالاضافه ان انا لو في الزوج عنده حاجه ايه بدي علاج. تمام. نبدا بعد كده لو كل ده لمده 6 شهور منظار ما حصلش بقى اسمها حقن مجهري او كحس او حقن مجهري. دي اخر خطوه انا اخد البويضه من الام من الاخر رجل حين. تمام. مع حضرتك دي بقى في الثانوي. طيب الثانوي اهم حاجه فيه هو احنا اتكلمنا قلنا يعني هو اهم حاجه في الثانوي قلنا ايه ان في مشكله في الانبوبه عند الست دي. لازم اول حاجه كانفستيجيشن او كتحاليل لازم اعمل ان انا اعمل اشعه بالصبغه او تسليك الانابيب الجديده. تمام. لان لو في مشكله لازم اعمل منظار. تمام. تمام. لان لو لقيت انا عند السيده اللي كانت مخلفه قبل كده او حملت قبل كده ما بتخلفش يبقى اعرف ان المشكله بنسبه كبيره جدا هي بسبب الانابيب مسدود. طب وحضرتك هتعالجها ازاي دي بقى؟ هنخش بالمنظار نفك الالتصاقات. يعني نفس السبب نفس العلاج التاني. بالظبط. افك الالتصاقات وبحقن صبغه بصوره جامده وبحقن حاجات تانية تفك الالتصاقات دي. تمام. لغايه لما الاقي اللي بدات الانبوبه انها ايه تطلع. تمام. يبقى ان شاء الله الست دي تحمل وربنا يكرمها ان شاء الله. احنا والله استمتعنا مع حضرتك يا دكتور. في نهايه حلقتنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور ايمن رحمه استشاري النساء والتوليد وفي الجلال التعليمي. شكرا لكم. شرفتنا يا دكتور. مشاهدين في نهايه حلقتنا بنشكركم مشاهدينا الكرام ومستنيكم في حلقه جديده من برنامج عياده الصحه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.